سلام الزول ولا نازل. شوف خوتي، هذه عصابة من 62 يكذب عليك، عصابة من 62، والرأس العصابة رأسها بومدين. بومدين هو رأس العصابة، هو اللي خلق هذه العصابة، سوا ديزون حكم عسكري، ماشي حكم عسكري، عصابة سرقت الثروات والثورة، الثروات تاع الجزائر والثورة تاع الجزائر، هنا واش دارو؟ سوسون دو، كتب عليك ما يحبوش الجزائر، شوف بومدين كيما قلت لكم مانت فوا، قتل كاع الجنود، قتل كاع المجاهدين الأحرار اللي حروا البلاد، وراهم كملوا حتى لدرك هاك تشوف هاد العصابة يتقتل في الجزائريين الأحرار. هما حركة على بالك، أقسم بالله حركة، ما يجوش باش يدافعوا على الجزائر ولا باش يخدموا الجزائر ولا، جاو يسرقوا، سي دي بيغات، مرتزقة، فوالا، مرتزقة سراقين، ما يخدموا على البلاد لا العباد لا والو، هادو مجرمين، سراقين، خونة، مرتزقة. حركة سميهم كيما حبيتو، شكون اللي دارهم 62 على بالك؟ والرأس العصابة هو بومدين، بومدين دار، شوف بومدين كان يكوبي على مصر، شوف نعطيكم تاريخ خفوفي على مصر، شكون اللي كان حاكم مع الأول مصر؟ مالك فاروق، فاروق مالك هو الروع، الروع فاروق، هو هذا فاروق منين؟ لبنان، في وقته الرشوة ودعوين الشرقاء دارهم تما، واشن كان جنرال ماجور، شفاو جنرال ماجور هو شكون؟ محمد نجيب، يقولوا له محمد نجيب، هو اللي كان حاكم، كان جنرال ماجور، هذا كان جنرال في وقت فاروق، هو اللي دار له كوديتا ومنه وكلش، حوزوه، عندي خفوفي نقول لكم عبيبري، وش كان اللي كان، شكون اللي كان تحت هذا جنرال ماجور؟ شكون؟ عبد الناصر، جمال عبد الناصر، هذا جنرال، كان جنرال هذا، نجيب، نجيب، أحمد نجيب هذا، كان ديمقراطي تاع الصح في هاك الوقت، ديمقراطي كان يحب الشعب، كان يحبو الشعب المصري، كان يحبو، واش هذا جمال عبد الناصر ما يحبش الديمقراطية، يحبها عسكرية، ايه كيما دار، شوف كيما دار عبد الناصر او دار بومدين، عبد الناصر دار كوديتا لهذا أحمد نجيب جنرال ماجور، وبومدين دار انقلاب البلا، واش دار عبد الناصر؟ يدير بومدين، هكذا ياخذ رأيه على بالك، كيما عبد الناصر علاش بومدين يشكر في عبد جمال عبد الناصر في الوقت؟ يداوي كوبي عليه، كذب عليه، ما كانش زعيم، كان يهف بومدين، أقسم بالله. شوف التاريخ تاعو ما دار والو، شبيه بومدين ما دار والو، فهمت، كان يتبع واش كان يدير عبد جمال عبد الناصر، ويلعب رجله في ذاك الوقت كيما قلت لكم مانت فوا ريجيم في ذاك الوقت، و درك سي ديفيرون، في ذاك الوقت كانت الروس و هي القوية، و جمال عبد الناصر و تيتو على بالكم، كان عندو هذاك هو ما دار والو بومدين. كتب عليه كان يكوبي، دار كيما جمال عبد الناصر، لو ميم ريجيم، جوسكا بريزون ما يتبعو واش دار، عرفت شو حتى واش دار السيسي، أما يعاودو واش دارو هاد المنظمة الإرهابية في الجزائر، دايرين كيما دار السيسي للحراك تاع المصريين، هاهم يديرو الحراك تاع الجزائريين، كيف كيف يكوبيو، مش مثقفين هادو، شنو دي.
دي فوايو نفوكي كوبي ما يحبوا لا البلاد لا والو، كتب عليك شو الرشوه والقتيله والسرقه مازالها كيما تبدل سي اونكور بير. علاش؟ باسكو العصابه المجرمه تاع التسعينات ولات هما تعمل شغل يخوفوا الشعب. هذا ما كان كتب عليك خوتي، شكون اللي حرر الجزائر وشكون اللي حرر الاحرار اللي راهم في السجون؟ هو الحراك، ما كاينش حل واحد اخر. كتب عليك كتب عليك، ما كاينش حل واحد اخر، وما تخافوش ولا تنوضوا غير يخربوا كي الدجاج. ها لا بروف الحراك تاع 2019 اللي كان خلق رب الجزائر، كيف كان يخلع خلع العالم ماشي غير وهرب دخل الحبس وكان يهربوا كاع. هادو خوافين جبناء ما يحشموش بصح يخافوا، نوضوا لهم اقسموا بالله تحرر الجزائر خلاص. الشعب ولا السيد لو بوبل سيليرو اللي ما فهمتش هكذا. كونديسيون راضيين ولا راضيين هذيك حاجتكم. عندو شنو نقولكم جينيرال، ما يحرككم حتى واحد، لا فرنسا لا روس لا امريكا لا والو. الشعب الجزائري هو اللي حرر الجزائر ويخرج الاحرار من السجن، كانش حل واحد اخر. هذا شنو نقولكم خوتي، الزول ولا نزول.